اكيد يا كابتن هاني، اكيد جيل بيسلم جيل، واكيد في قيمه كبيره النهارده في النادي الاهلي بيعملها، بشوفها من اتجاه تاني. طبعا نجم عشرة حاجه عظيمه جدا تتويج النادي الاهلي، لكن النهارده القيمه الكبيره النادي الاهلي بيعملها الوفاء بالنسبه لكابتن محرم الراغب، والوفاء بالنسبه لكابتن عادل القيعي. ده موضوع مهم جدا، ده النادي الاهلي بيعلمه لاولاده، بيعلمه لنا كلنا، كلنا اتعلمنا ده، احنا لازم ندي الحقوق لاصحابها، فده الوفاء. كمان وجود مجالس ادارات السابقه داخل الاحتفاليه، اكيد كابتن محمود الخطيب واخد باله جدا ان كل الناس تكون معزومه وتكون متواجده داخل النادي الاهلي. تالت حاجه، اكيد مبسوط وسعيد جدا تكريم جيانا فاروق النهارده بطلتنا الكبيره في الاولمبياد، دي حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي يا امير لغى تدريباته النهارده علشان كل ولادنا يتفرجوا على النجمه العاشره.